رجعنا من جديد في فير بلاي والتحقوا بينا ضيوفنا من لاعبية النادي صفاقسي محمد علي الجويني. مرحبا بك محمد علي. مرحبا بك، مرحبا. ايضا محمد بن علي. محمد شحواتك؟ والله الحمد لله لاباس، شد في ربي. مرحبا بكم الزوز. نباركوا لكم على التتويج في مقابله الكاس. خلينا نبدا مع شكون تحبوا. لا جوج باهي، نبدا مع الجويني. موسم صعيب محمد علي، توجتوه بنهائي الكاس، تتويج بالكاس، نجم نقولوا ما نعطوا السيزون ولا كومي المرتبه الخامسه ما يقبلهاش برشا في البطوله جمهور السي اس اس. اكيد كي تقول السي اس اس معناها جماعه كبيره، بيان سور مش باش يقبلوا المرتبه الخامسه ومن حقهم يتغشوا علينا. مي الحمد لله جات الفرصه باش نعاونوا الموسم تاعنا بتتويج، خاطر تعرف التتويج هذا يخليك ترجع لكاس الكاف. الحمد لله من بعد تعب عام كامل ما مشاش هكاكا، الغالب جتنا ظروف صعيبه من النواحي الكل، هذاك علاش كانت الريزلتا هكاكا في البطوله. انت تعرف البطوله النفس تويه، لازمك كل جمعه تتعدى سافا وجو مريكل باش نجم تهز تيتر. كي تبدا جمعه الفوق وجمعه الوطا ما تنجمش تهز تيتر هكاكا. ومن بعد الخايبه زاده في كاس الكاف، حاطين الناس الكل على الكوب، لازمنا نهزوها باش نرجعوا للكاف هذايا، وربي وفقنا وجبنا في السويد. محمد باهي، باش نبداو متفاهمين، محمد علي باش يقول لك دالي وانت باش تقول لك محمد، باش خاطر العباد تفرق. باهي محمد، التتويج بالكاف ظهر لي مهم جدا لحبايب السي اس اس. اي مهم، كي تشوف انت عام كامل معناها شنيا صار فيه واحد يكون مهم، معناتها صحيح مش معناتها ما كانتش من طموحاتنا كاسك هاو، كنا نحبوا نمشيو في الشامبيونز ليغ. يا اخي الله غالب صاروا برشا عثرات، ومن بعد جات خيبه الامل زاد في محمد حاول تكلم في الميكرو وكان هكا ركحوا شويه. باهي اوكي سي بون. اي مليك لا قلت لك خرجنا من الشامبيونز ليغ، ومن بعد صاروا برشا عثرات في البطوله، معناها جات لوكازيون تاع البطوله نتاع الكاس، قلنا ما لازمناش نضيعوها باش نرجعوا للكاف، والحمد لله هذاك اللي صار ورجعنا من باب الكبير للكاف. انت دالي الخروج نتاع ليتوال والاسبيرونس من الكوب سهل شويه المهمه ولا ليه؟ والله انت خاطر كي تقول لي سهل المهمه، نقول لك لا، على خاطر الادفيرسير اللي خرج ليتوال والاسبيرونس هو اللي باش تقابله معناها. وذاك اللي صار، ليتوال خرجتها جرجيس، جرجيس خسرت مع مستير، مستير خسرت مع الكلوب، قابلنا الكلوب عادي. معناها الكوب انت تعرف ماهوش كيما البطوله، ماهوش كيما المسابقات الاخرين، 90 دقيقه كل شيء جاهز. انت تشوف السي او تي مع كل احترامات الفريق العريق هذا، معناها خرج تحب ولا تكره النجم المتلول اللي هو فريق عنيد اللي عمل مباريات باهيه في البطوله، معناها ما فيهوش حسابات. في 90 دقيقه حقيقه الميدان، 90 دقيقه هذيك شكون اللي حاضر اكثر. محمد، الماتش مع الكلوب كيفاش كان؟ ظهر لي ماتش كان متوازن، ظهر لي فرصه بفرصه، ما شفناش مستوى كبير. كيفاش كان الماتش في النهائي؟ باهي ماتش نهائي راهو مش كيما ماتش، معناتها مش كيما ماتش وقت بطوله ولا كيما ماتش باش تحضروا، معناها ما فيهوش بريسيون معناتها كيما الماتشات الاخرين، معناها في بريسيون اكثر معناها. فهمت؟ ماتش ما فيهوش برشا كره الحقيقه، معناها كل جمعيه معناتها لعبت تاخذ معناتها الحذر نتاعها، تقعد للاخر وتقعد هكا تستنى معناها. فهمت؟ هذاك اللي صار، معناها قعدنا زوز نستنى يا اخي، وصلنا بيلانتيات ونحن كنا خير منهم بيلانتيات. انت لاخر لحظه تقريبا قعدت في الشك، كنت عارف روحك باش تلعب ولا قعدت في الدوت لاخر لحظه بسبب كنت عندك الكوفيد؟ والله اقول لك، وقت سافرت انا تقعد بيت، سافرت للجربه، اصحابي مشاو نهار الخميس، انا سافرت نهار السبت قبل سيونس انترينمون الاخرانيه، معناها ترانيت سيونس الاخرى، خلطت على سيونس الاخرى، وصلت 7 نتاع الصباح الجربه، فقدت شويه وقمت شي ترانيت، مشيت انا واحد عمار خلطنا وقتها، حكيت 7 ومشي خلطت على سيونس انترينمون الاخرانيه. انا ابارامون مريض ماتش قبل ماتش سي بي تي، فهمت؟ ما شلقتش بروحي. ما عملتوش تحاليل قبل الماتش؟ لا ما عملناش تحاليل، معناتها شلقت في الاخر، فهمت؟ ما جاتنيش اعراض، جاتني جمعت ماتش الكلوب، جاتني شويه وجع الظهر وشويه سخانه، فهمت؟ كي عملت تيست رابيد لقيت روحي بوزيتيف معناها. ومن بعد حكيت مع لونترونور، قلت له كوتش كيفاش؟ قال لي انا راني مش نستناك للاخر، يرحم والديه، نحب نقدم له تحيه بالمناسبه هذايا. قال لي قال لي راهو انت وعمر نستناكم للاخر، راكم وقت ترتاحوا راكم باش تخلطوا عليا، فهمت؟ قال لي نحب نعمل عليكم وراني نستحقكم معنا. وهذاك اللي صار معنا الحمد لله. معنا نهار سبت عملنا اخرج تيست نهار جمعه في الليل 10 نتاع الليل نتاع انا وعمر، الحمد لله طلع لاباس خلطنا على الاولاد معناها. وكنت وكان برنامج معناها باش تلعب ميتون ميتون انت وغيث المعروفي؟ والله انا حسب كلام الكوتش قال لي راني باش معناتها حضر روحك ديما خليك حاضر. فهمت؟ خاطر غيث زاد راه مش حاضر، هو بيدو مش حاضر، كان مريض هذاك علاش.
بلاش دالي انت بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي السيزون كيفاش كانت؟ ما شفنا ما شفناش برشا استابيليتي، مالا تلعب مالا لا، مالا في الاكس مالا على اليسار، يقلق شويه الملاعب هذا. لا والله ما يقلقش، بالعكس لعبت في الشامبيون لعبت 20 ماتش في الواحد في الشامبيونز ليغ، لعبت ماتشويتي الكل في الكاف كيف كيف لعبت، جوست صارت لي الفازه نتاع الكورونا من بعد لقيت شويه صعوبات معناها في الرجعه، ومن بعد رجعت مره نلعب مره اليوم بعد رجعت لقيت بريود نلعب، بعد جت البلوسير ماتش الكاف الشباب القبيل رجعت روتار خلطت في الاخر معناها خلطت قبل المباراه سيو تي بيامات. بالنسبه للبوست نتاع ما قلقنيش انا اسلكسيا مي كيستحقوني رير باش تلقوني حاضر. وين تلقى راحتك اكثر؟ اكسيا في الاكس. الاكس المنافسه كبيره في الاكس تاع سي اس اس السنه، شفنا الزموري احمد عمار يقلق شويه هذا وعلى باه الملاعب موتيفاسيون والكونكورنس زيد معهم حسام دكدوق واحد وعلي غرام بالمناسبه ان شاء الله ربي يشفيه ويرجعوا كرجع والحمد لله على سلامته فهمني، ما تقلقش بالعكس تزيد هذيك تقويك باش تخدم على روحك اكثر وكا، وما فهميش ديجا كلنا صحاب لعبت انا لعب عمار لعب زموري دكدو كيف كيف اللي يلعب اللي حاضر واللي يلعب كا. ماتش بحجم النهائي اكيد كل لاعب يحب يكون اساسي فيه، انت ما كنتش من الاول مليت ماتش من الاول؟ ما كنتش من الاول خاطر راني قلت لك انا وقت رجعت نتريان ديجا رجعت قبل ستي بثلاث ايام ومانيش حاضر ديجا دخلت الجروب مانيش حاضر و ومعنى بقيت لي مع صحابي ماتش ترانيت الماتش سي تي ام ترانيت اسبوع كامل ديجا رجعت قلت لك في الاخر ماتش الكلوب افريكا ترانيت اسبوع كامل شو نتاع مدرب يمكن نشوف اللي صحابي حاضرين مني بحكم كومبيتيتيف ويلعبوا انا عندي بريود ما لعبتش من ماتش الكاف وقت اللي استحقني لقاني وحتى على مستوى تنفيذ ضربات جزاء هو يعرف ملي نشوت مليح معناها قبل ما نهبط تحكي معايا قال لي راك باش تهبط باش تشوت ان شاء الله كانوا سن البلانتيات قلت له راني حاضر. محمد حضرت مليح بلانتيات في الميكرو والله كازوني يعرف والله ريت في الانترنمون ديما كوان اليمين وفوق ديما تشوت غاد كوان اليمين فوق تولت ايه تولت قلتها ضعت سيبون نبدلو توكي ضعت نبدلو نشوف بلاصه اخرى انا عاش كل ملاعب سمعته قال ديما يشوت غادي معناها هو قال على روحه ديما يشوت غادي وباش نقعد ديما يشوت غادي ومعناتها عادي ما يقلقوش حتى الجارديان تحفظ جاي معاك هو الملاعب انا عرفت شكون الملاعب قال ديما يشوت غادي اللي ايه ما عرفتش حتى الجارديانات في لونترمون يعرفوني ديما الفوق وعلى اليمين وما يخلطوش والله صدقني قداش شطنا من بدا الكوب شطنا شي 20 بلانتي في لونترمون تنحط لي كان واحده برك رغم اللي يعرفوك تشوت غادي يعرفوني شوت غادي كل الفوق وعلى اليمين اخي المرة هذه ما شتش ما كتبتش معناها البيناتي كتشوت كتشات مليح معناها الجارديان ما عنده حتى حل معناها ما يقدر ضربة حظ لا لا ما فيها حظ فيها شوية حظ نتصور انا وسميح يعرف يشوت او ضيع وسام فهمت صحيح برشا جوالات يعرفوا شو ميسي شنو ميسي ورونالدو يضيعوا معناها مبابي خرج فرنسا من الكدور مش ما يعرفوش يشوت فيها حظ في الحقيقة فيها حظ فهمت وزاد فما ميريت نتاع جارديانات زاد الحقيقه لازم كل واحد خاطر قالوا له جاب لنا تيتر تو بالبلانتي قالوا بطل الماتش بطل الماتش غول نتاع الماتش محمد الامور كانت ماشيه هنحكي شويه على السيزون كله نتاع سي اس اس مع نيس بوجلبان شنو قلت بدل بعدها باهي مع نيس بوجلبان وانت كون تحب ولا تكره معناها الريزلتا كانت ماشيه معناها صحيح خرجنا من الكاف اما من الشامبيونز ليغ اما الريزلتا مشات معناها فهمت من بعد صارت كنت دوزيام في الشامبيونار كنا دوزيام في الشامبيونار مش بعد ربحنا الكبار الكل معناها ربحنا الاسبيرونس ربحنا التوال ربحنا الكلوب ربحنا ستاتيونيزيان معناها من بعد صارت تبدل الانترونور معناتها الانترونور عنده فكره جديده ما نجمش معناتها نجم بليل ونهار معناتها باش نجم يعدينا الميساج نتاعو ما مشاتش الامور من الاول و محمد علي اليوم انت اخر نهار في الكونترا نتاعك عندك شويه واجب التحفظ اللي عند تايزون نحيوه معناها كانت غلطه بصراحه انه مشى بوجلبان خاطر تقريبا اغلب الفنانين اجمعوا انه كانت غلطه معناها خاصه الجولتا كانت ماشيه واللي صار من بعد نتائج كارثيه معليش بعد مرسي شنو رايك؟ والله لا مش كان نحكي كل شيء نحكي عادي ما يقلقنيش هي غلطة خاطر الريزلتا كانت ماشي تحب ولا تكره معناها خرجت اوكي من شامبيونز ليك شامبيونز ليك راك باش توصل فيها لبعيد لازمك توصل تشارك فيها ورا معناها ديما تشارك تشارك فيها ورا بعد ما تنجمش تشارك مرة من بعد درقة ديما ما تنجمش راك توصل لبعيد فهمتني كاو هذه لازمك تحضر له زيادة وتحب يعني قلت لك البطولة مش تربح الكبار برك راك باش تهز الشامبيونات الشامبيونات بالعكس يخسر مع الكبار ويربح
بصفة اللي قل منك وتهز شامبيونة. نحن ليه نحن صار العكس، خاطر جمعة الماتش بتاع الكبار تلقى روحك بتبيعتك موتيفيت باش تلقى روحك حاضر واحد. العكس لازم مش كان غلطة متاع بوش البيان ومش كيستيون، راه مرسي ماهوش خايب زادة، راه انترونور بيه بالمناسبة هذا نحن نتائج كيفية معنا نتائج كيفية اوكي نتائج كيفية عارف شنو قيمته به معنا. أنا واحد من الناس خدمت عنده برشا زونترونير ماهوش خايب، عنده فكرته ولا غالب ما يمكن المعلومة كانت ما وصلتش بالكدال الملعبية، عنده فكرته هو ما فما زاد ظروف أخرى راه ناحية ستاف تكنيك جملة، فما ظروف أخرى راه مثلا خاطر كي تشوف سي اس اس معناها مع احتراماتك جماعة الأخرين تخسر ضد تطاوين في ضد سليمان ضد وبرشا ماتشوية البر ما ربحناهم شوية معناها فما حاجة ما نتصورش كان المدرب يتحمل مسؤوليته. اوكي معاك يتحمل مسؤوليته فما ماتشوات يمكن نغلط فيها، فما ماتشوات نحن نتحملوا مسؤوليتنا غلطنا فيها، فما زاد امور اداريه زاد هما غلطوا فيها نتحملوا مسؤوليتنا. اتونجيهم الامور الاداريه. توافقوا محمد كي يقول لك مرسي مدرب باهي؟ انا عارف كنتوا ثانيين في الالي معناها بوجه البين، كملتوا روتور قبل الاخرانيين معناتها كي تعمل الكلاسمون طلع لي وحده وروتور وحده. والله كل واحد شنو يشوف، ما انا واحد من الناس ما فما حتى انترونور خايب، كل واحد عنده فكره يمشي على روحه مش يسمع فينا. لا لا انا حتى كي يسمع مش باش يفهم، كل انترونور عنده فكره، عنده فكره ما تصورش انا في الخارج انا تعلم اسمعني كل انا كل انترونور راني ناخذ منه حاجه، انا تعلمت منه برشا حاجات باهي معناتها الحقيقه معناتها تكتيك مو قوي راه الانترونور فهمت عنده فما برشا ماتشات ورا اللي هو تكتيك مو قوي معناها مشينا ربحنا ساليتاس في ساليتاس في البنين لعبناه جونيور لعبنا ساليتاس في البنين معناها عمل وقفه باهي وتسنى معناتها برشا عباد قالوا له ما عادش تلعب بغيث وبن علي في الكروار مع بعضهم معناتها هي هذيك اكبر غلطه اكبر غلطه ربحنا عدينا ماتش ربحتوا ماتش وضيعتوا عشرات الماتشات. لا لعبنا بها زوز ماتشات لعبنا ماتش برشا مرات شفتك انت وياه ولا لا 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 لعبنا زوز ماتشات بدينا من الاول لعبنا ماتش لتوال في صفاقس اكايا ولعبنا ماتش البنين نتاع بوركينا فاسو نتاع ساليتاس في البنين. كي كمل جيه الاخوة اللي حتى جويني هو وغومة لعبتهم بعضكم زي ده مش كما بن علي وغايت وغومة اوفنسيف باش اصله لسيل دومي معناه ما تقلقش وبن علي وبالنسبة لبن علي وغايت ماتش ساليتاس احسن جو ورد تيرا بن علي وغايت كما اللي قصيت عليك ترجع بالاستاتستيك معناه عندي الانستام تاع الماتش هذاك اللي مذكره احسن جو ورد غايت وبن علي فهمت قلت لك لعبنا بهم زوز ماتشاتك وفما ماتش الاسبيرونس وقتها جينا احنا تعبين من صفر ديجا معناتها ارتحنا دول نهارين ولعبنا الاسبيرونس في رادس وفي رمضان فهمت وقتها هبطوا لعبت انا من الاول وبعدها هبط غايف ديومي قدامي معناتها هذا هما ثلاثه ماتشات في ثلاثه ماتشات عدينا معناتها الماتش هو نتاع الكواليفيكاسيون اللي صار هو ماتش شو اسمه ساليتاس في عدينا ماتش باهي معناها فهمت برشا حاجات لموا عليها ما في الاخر الريزلتا ما تبعتش اي انترونور اي واحد فني راه باش يقول لك معناها انترونور عادي انترونور فهمت من اللي لموا عليه ايضا سولا اللي كان تقريبا احسن لاعب يهز ليكيب معاه هو شفنا ملاعب اخر ما عادش فما ملاعب سولا راه وقت البيريود نتاعه وقت طاح فرونت مونت او الحقيقه اغلبيه يعني الملاعبين اما بدرجه بالذات سولا خاطر هو كان بارز قبل سولا صحيح كان من حاجات معناتها حاجات بسيطه في التيران ينجم يعمل لك الفرق معناها فهمت شفناه ماتش الكلوب جاب برشا تراحه الحقيقه عاوننا سولا السنه معناها فهمت برشا راني قلت لك من حكايه فارغه ماتش الاتوال في سوسه جابوا لنا سولا بريس يمشي للديفونسور يفسخ يماركي معناتها عاوننا برشا فما حاجات معناتها فما عباد تفهم خير مني معناها في الكره هما يقيموا انترونور هو النتائج ظهر لي اكثر حاجه تنجم تقيم بها معناها الاستاتستيك ولا ماكش موافق انا واحد من الناس خاطر ساعات كوره في الميكرو محمد علي وانا واحد من الناس ما نوافقكش في حاجه خاطر ساعات ريت كوره تحكم في مستقبل انترونور نتصور كان نحن قبل ماتش الكاس تنقدنا برشا واخي بجينيراسيون هذه وفي النادي الرياضي صفاقس ودر شنو كان دخلت كره احمد عمار في الشباب ماتش ياسكا راه ما كانش ديسكور هذاك راهي هذه ديجا شفت قداش تبدلت 190 درجه معناها كي هزيت الكاس اوكي شويه على النادي الرياضي صفاقس مين تحب ولا تكره انا واحد من الناس ثلاث سنين في السي اس اس هز دو تيتر هز سكوبيت معناها تسمى انا اقل منك عامل ونص عامل ونص وقال لك هو هز دو تيتر فهمني اوكي كاس مي ابقى تيتر الكاس هذاك تخليك تشارك في الكاف ويتقيد في خزينه النادي اللي السي اس اس قريب يعمل 100 سنه خمسه كوب عنده بالكوب هذايا ولا سته حمادي الدو بدل حاجه كي جا
بدل اكيد انا قلت لك اي انترينير عنده فكرته معناها مع مرسيا فكره مع ابو جلبان فكره مع حمادي الدو فكره اخرى كل انترينير عنده فكره كل انترينير عنده الاستراتيجي نتاعو كيفاش انت يبقى غادي في اللي يمتازوا بيه حمادي الدو على ابو جلبان على مرسيا هي اللونج معناها التونسي كيف كيف كتبها يعرف يوصل الميساج من الاخر الميساج ما يسلج انت تعرف جوار الكره قليل واللي يفهموا كعبتين وكعبه ويحكي انجليزي معناها ما معاش مترجم ما حتى يحكي فرنسي وسيم يترجم هو فرنسي مكسر يوصل لك هذاك باللي راهو مش كي انترنر تحسه يحكي جمله ومن بعد ترجموا لك في كلمتين تحس حتى المعلومه ناقصه معناها فهمني مش كيف كيف مش كيما المعلومه توصلك ديريكت مع عند لونترونير مش كيما تسمعها من عند المترجم كيما عند لونترونير الانسحاب من الكاف محمد نجم نقولوا نقطه ظهر لي لمتكم عليها برشا الجمهور نجموا الحاجه ذيك هي اللي قيمت خير الجمهور قيم ماتش موسم السياسي باهي ولا خايبه صحيح هي راهو ماتش الكاف نحن خسرناه في سفيق صراو مع خاطر عملنا برسمي اخر ماتش هذول في السيزون ماتش هذاك هذول اخر ماتش نتصور في السيزون هذاك خاطر ما برسمي تحس معناتها ما لعبناش بالكدا جمله فهمت اما ماتش اللي في الجزائر عدينا برسمي ماتش كبير برشا حكمت فيه برسمي ريت ربع ساعة الأخرى فمت ثلاثة كور نات نات راهو كان دخلت واحدة فيهم رايت قلبت كما قال لك جويني 190 درجة يعني رانا ولينا نحن أحسن إفكتيف وهذا ما هذاك اللي كاتب ربي مش كاتب لنا نحن باش نترشحوا الحمد لله معنا كنا خايفين من السيزون تاعنا ولا عام جاي معناتها ما نلعبوش كاف الحمد لله حطينا أوبجيكتيف تاعنا اللي لازم ننزلوا راهو الكوب هذا باش نجموا نلعبوا عام جاي كاف خاطر سي اس اس اقترح باش تلعب كل عام في أفريقيا. الحالة الصحية نتاع رئيس النادي منصف خماخم تنجم تقلق تأثر هكا على اللاعبية ولا لا مع فما مسؤولين واقفين قاعدوا محمد علي؟ لا بالمناسبة هذه ربي يشفيها ساعة وما أكيد تأثر تحب ولا تكره رئيس النادي كاريزما كي تشوفها في التراك مع وراك الرئيس وتأثر بالطبيعة إن شاء الله ربي يشفيه ويرجع في أقرب وقت قول لي بالنسبة لي أنا ما فما مسؤولين وكيم البشر الوحيد اللي بقى قريب ووقف مع العباد اللي هو معز المستيري قدم له التحية ونقول له يرحم والديه فما كيفاش هو قاعد مسؤول نيس القاسمي زاد يرحم والديه هذا المهم هو اللي بقى قريب من الملعبيه هي الملعبيه اللي تشكيله خاطر صارت برشا ظروف خايبه باش نجيوكم قلبك معبي لا ولا لا بالعكس بالعكس ولا لا مش قلبي معبي مي فما ناس خاطر ما تعرفشهم ماذا بيا ديجا ما نحكيش فيهم ديجا مي كي مشى الرئيس انا واحد من جوارات الكل اسال اي جوار لقيت كان معز المستيري تنجم تحكي معاه تنجم توصل له معلومه ويسمعك واحد مسؤول وحيد انا واحد من الناس اللي لقيته جاءوا مره مسؤولين اوكي رغم اللي خرج واسفه تمامو ورجع حاجه هكا اي خرج ورجع يعني قلت لك بقينا بعد جواريت وحدنا معنا ستاف ما اخر بريود جواريت في بعضنا معنا وحدنا معنا ستاف معنا معز المستيري ونيس القاسم هذوما هم اللي بقاو معنا باقي ما فما حدا حد جاءوا مره ظهرني نذكر حتى بالكلمه بتشجيع ما فما شيء جاءوا مره نهار لا نهار الماتش تشوفهم الكل تهنك نهار الماتش تشوف الناس الكل اما وقت لحاجة كبيرة طلع يعني قلت لك شنو تلقى ستاف وجوار اصحاب اثر شوية محمد شوية غياب منصف خماخمة اي بالطبيعة يا اخي عبارة راهو واحد نتاعنا الرئيس نتاعنا معناها فهمت مستانس قريب لنا هو الحقيقة ديما يجي شجعنا ديما معناتها يجينا حتى بالكلمة الباهية حتى ما فماش فلوس هكا يجي يقف معنا ما جاش المرة هذيك الحمد لله معناتها نهدوا له كوبلي هو معناها عارفش كلمكم بعد بعد الماتش ولا ليه ولا قبل ولا مساج حتى كونتاكت من اللي عارفش من اللي تدهوا شوية حالته صحيح لا بعثنا دي مساج مع زي موز المستيري ومع مع انت اللي كابيتان بتاعنا بعثنا دي ما يبعثنا في المساجات راني بحضيكم راني قريب لكم ان شاء الله ربي يشفيه بالمناسبة ان شاء الله كل السلامة لسيد منصف خماخم رئيس نادي صفاقسي يبدو ان تحسنت شويه والحاله الصحيه نتاعه على كل مازلنا مواصلين في الحوار نتاعنا مع ثنائي سي اس اس محمد علي جويني ومحمد بن علي ولانه محمد علي اليوم اخر نهار مع سي اس اس ها محمد علي مكتوبه فيها كما قال الحمد لله وفيت بفرحه المفيد وفيت بحاجه بها بعد ما سي وفيت باكشي مازال فما امل ما نعرفش فما نيغوسياسيون بعد جاوبنا ما يصيرش قلنا فما مفاوضات ولا باش تكمل ولا على كل باش يقعد
باش يقعد. سكوب هذا ما عنده ما عندك عندك معلومات ولا شنو بالضبط؟ لا عنده اصحابه ما يحبش يكلم. باهي تو نحكيو بعد باكثر تفاصيل بعد شويه على كل الاخبار وبعد راجعين في فير بلاي مكملين في ساعتنا الاولى مع ضيوفنا اليوم من سي اس اس محمد عبد بن علي ومحمد علي الجوين.